وبرضو من تبعيات الحادث الأليم حادث سقوط طائرة مصر للطيران، أكد فيليب فوادور رئيس الجمعية البرلمانية الفرنسية على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأنها سوف تستمر مهما كانت الأحداث أو مهما كان سبب وقوع حادث طائرة مصر للطيران، قائلا ستظل مصر وفرنسا على علاقات استثنائية جميلة ووطيدة. وأضاف البرلماني الفرنسي أن حادث الطائرة سواء كان حادث إرهابي أو خطأ فني فإن السلطات المصرية والفرنسية ستبذل قصارى جهدهما في التحقيقات للكشف عن سبب حادث طائرة مصر للطيران بالتعاون مع مصر، سواء إن كان التعاون عسكري أو مدني، حتى تنتهي التحقيقات بشكل كامل وتتضح حقيقة حادث طائرة مصر للطيران وأسبابه.